بمشاركة 600 لاعب يتنافسون في لعبتي الكيرم والدامة، انطلقت فعاليات البطولة الرمضانية الشعبية التي ينظمها مركز العمل التطوعي وفريق الموروث الشعبي. البطولة الرمضانية تقام على مدى 4 أيام برعاية وحضور الشيخ أمثال الأحمد الصباح، وتهدف إلى الحفاظ على الموروثات الثقافية والاجتماعية لدولة الكويت. انطلقت فعاليات البطولة الرمضانية للألعاب الشعبية التي ينظمها مركز العمل التطوعي وفريق الموروث الكويتي بمشاركة 600 لاعب يتنافسون في لعبتي البلياردو الكيرم والدامة على مدار 4 أيام. الدورة هي بدأت من اليوم، هي دورة من الشعبة، دورتي عندنا البليارد وعندنا الدامة. ما شاء الله مثل ما تشايف أن الإقبال شديد عليهم على الاثنين، على البليارد وعلى الجسم هذا. وبدايتها من 16 لغاية 19 شهر إن شاء الله. الهدف طبعا مثل ما تشوف، يعني إحنا برمضان والألعاب الشعبية بدأت يعني مثل ما تقول يعني تنتهي، وهذا ودنا نحاول نجمع يعني الألعاب الكويتية القديمة اللي برمضان بالدواوين ما دواوين، يعني الدامة هذه قبل ما تخلى الديوانية ما فيها الدامة، وإحنا حاليا يعني قاعدين نعزز التراث بالالعاب الكويتيه القديمه. الجوائز عندنا مثل ما قلنا البليارد تفرق عن اللي جسم هذا، وهي برعاية الشيخ امثال، عرفت شلون؟ عندنا جوائز مثلا اللي هو الزوجي اللي هو بالنسبه حق هذا، وعندنا اللي هو 1500 الاول وال 1500، وعندنا بالنسبه حق الدامه عندنا 1500 و250، لان هذا فردي وهذا زوجي. وتستهدف البطولة المقامة في متحف بيت العثمان برعاية وحضور رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخ أمثال أحمد الجابر الصباح الحفاظ على الموروثات الثقافية والإنسانية والاجتماعية لدولة الكويت. بعد نجاح الدورة الماضية اللي أقيمت قبل تقريبا شهرين، شفنا الإقبال الجيد على من قبل الشباب وحسن تنظيمهم وحرصهم على أن أداء اللعبة بشكل يعني منتظم ومشجع. رأيت طبعا الجماعة أو خلينا نقول اللجنة العليا لبيت العثمان أن يسوون هذه الدورة. الدورة طبعا عبارة عن لعبة البريالد ولعبة الدامة. شارك بالفريق تقريبا 200 فريق في لعبة الدامة، والبريالد والدامة أعتقد يمكن 100 فريق من الشباب، طبعا لأنه منفرد اللعبة. طبعا البطولة برعاية الشيخ أمثال الأحمد اللي فعلا كانت حريصة على أن تكون هي ترعى هذا المهرجان الشبابي اللي يعيد طبعا للشباب الألعاب الشعبية القديمة. البطولة تسهم في الحفاظ على الموروثات الاجتماعية من خلال مشاركة هذا العدد الكبير تحت مظلة متحف بيت العثمان الذي أصبح معلما يشهد على تاريخ البلاد. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.